أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المغاربة وكل من يعشق الفن المغربي، الفن العصري والفن ظاهرة المغربية، ظاهرة الغوانية اللي هي ماشي ظاهرة لأنه هو فن إيمورتال. دونك أهلا وسهلا بكم ومرحبا بطلب مغربيات ومغاربة وكل عشاق ديال هذا الفن والفن العصري والفن، بطلب من بعض الفنانة كان عجبتهم واحد ليميسيون كنت درت على المشاهب وعلى الغوال وعلى السهام وتقدا ومسنوا والرفاق والمخالب وإزنزار ودادن وعدد كبير من المجموعات. بغيت غير اول حاجه خصنا نعرفوا كاين دو بول، كاين لو بول غربي الموسيقى الغربيه، وكان ديك الساعه في المغرب كاين المسرح البلدي اللي كان لو باغان ديالو ولا نقولوا الاب الروحي، لو بير سبيريتيال ديال المسرح، كان هو المرحوم طيب الصديقي اللي كان جمع واحد الطاقه كبيره ومجهده وخارقه للعاده وموهوبه في الفن والابداع والصوت. الصوت اللي فيه الصوت اللي كيخرج من الداخل، ماشي الصوت اللي يخرج من لابوش، ماشي غير من لاغورج، تحت من لاغورج اللي فيه تو لي طون جميع الطبقات. دونك راكم عارفين وكانوا فنانين كبار اللي نجحوا بحال الاستاذ مفتاح، عدد الممثلين اللي نجحوا ولا كان اللي نجحوا في الفن بحال مولاي عبد العزيز الطاهري، السي محمد الباطمه الله يرحمه، بو جميع الله يرحمه، وكان عمر السيد الله يطول عمره، وكانوا الاغلبيه الفنانه اللي خرجوا في هذه الظاهره الصوتيه لانها صوتيه وتراثيه وميلوديه ونغماتيه، كانوا في مسرح البلدي. ولكن هذيك الساعه هذيك كانت واحد الموجه ديال الباند، كان واحد الظاهره ديال الجروبات، لي جروب كانوا في اوروبا، لان اوروبا وامريكا كانوا في اوروبا ما كانش عندهم شهره، لي بيتلز اوروبا ما كاين حتى شهره، لي بيتلز اوروبا سي دي زونغلي دو لوندر، كذلك لي رولينغ ستون، بزاف ديال لي جروب كانوا في لوندر، عدد كبير ولكن سا مارشي با. علاش؟ اوز ايتازيني لا ميوزيك مارشي تري تري بيان، في الولايات المتحده سا مارشي تري تري بيان، ولكن كانت لا بليبار ديال لي ميوزيك ايتي انترديت، كانوا اغلبيه الموسيقى كانوا ممنوعين لانهم لي نوار ديك الساعه باقي داك لابارتايد، باقي ديك العنصريه، لو نوار و لو بلون نافي با لي ميم دووا، ما كانش المساواه بيناتهم. وكانوا لي راديو بيغات، كانوا ديك لي راديو ترون كونتر بوند كيما نقولوا حنايا، اللي ما عندهمش رخصه ولا شدهم راه كيعتقلوهم. كانت لا بوليس دي راديو بيغات، كانت شرطه ديال قراصنه الصوت ولا قراصنه الاذاعات القرصنه، ما كيقولوها باللغه العربيه. وهذيك لا راديو بيغات راه كانت كدوز عده مغنيين بحال تشاكبيري، بحال مودي ووتر، بحال بودي جاي، بيبي كينغ، جون لي هوكر، وقبل منه عدد كبير ديال هادو ديال البلوز، الجوسبل، راي ريتشارد، هادو اللي كانوا يغنيو واللي جمعوا الصوت في ليزيغليز، لان ليزيغليز كانوا يديروا الكوريس لان كانوا يخدموا في لي شون سوا في الكانا سكر، سوا في لو بلي، سوا في البوب كورن، في الدرا. المهم كانوا مستعبدين وكانوا بحال لي باسيوم مربيين ويولدوا واولادهم كيوليو حتى هما عبيد ديال مول الفيرما. دونك حنا قلنا هاد القضيه ديال الباند لي جروب بانوا في اوروبا، وفي اوروبا سا مارشي با غران شوز، البيتوز وهادشي اللي بانوا، الامريكان كانوا فيهم غير لي نوار هما اللي مسيطرين على الموسيقى تماك، ولكن كان الراسيز ما مقبولينش. ولي زاميريكان خاصهم دي جروب، خاصهم دي شونتور، دي ستار يكونوا بلون، كانوا دي ستار دي بلون، وهذا كانوا مانهاتنز دي نوار، كلشي كان دي نوار، حتى في لا كونتري ميوزيك ما مقبولينش لي نوار، لا كونتري ميوزيك كانوا يغنيوها لي بلون، لي يانكيز، بحال كانت لا غار دو سيسيسيون، لو سي دو لو نور، الاغلبيه دو لو سي لو سي ديس كانوا دي بلوز مان، غير البلوز. والجيبسي جاز ديك الساعه كان عاد ما عنده السميه بريسيز لو جاز، ولكن الاغلبيه كان الغوسبل، كانوا لو كوريس ديال لي زيغليز. وفي لي زيغليز، في هاد لي زيغليز هادو كانوا لا بيسونس فوكال، كانوا اللي عنده الصوت هو اللي كيتقبل في هذاك الكوريس ديال لي زيغليز، تما كيديروا التيست.
من بعد ولاو كيتعلموا الموسيقى في لي زيغليز بحال ريتشارد. ريتشارد اللي كان تعمى بعينيه واللي كان مات خوه وكان غون ديستواغ ديال ريتشارد. دونك هاد القضيه هادي ديال لي نوار ما خدمتش ولي باند اونوار النوار تما خدمش. مشاو لي بلون مشاو لي بيتلز مشاو لي بيتلز ديال اغاني ساهله ميشيل هارد دايز نايت ليت ات بي ايماجين اول ذا بيبل لوف مي بزاف اي كان ستوب لوفين يو كاين بزاف الاغاني ساهلين دار واحد الاغاني ساهله موسيقى ساهله واحد لي موريدي ساهلين على بورتي تو المود اللي كلشي يقدر يغنيها كلشي يقدر يعاودها ميلودي ساهله تلعبها في الجيتاره ساهله ليريك الكلام ديالها ساهل. دونك لي بيترز وديك لا كوب ديال الجبانيه هذيك لا كوب ديال لي بيترز كانت على مود سميتها لا كوب دي بول. لا كوب دي بول هي الجبانيه ديرها وكتدور عليها و الور من بعد غادي يبانوا لي بيترز من بعد غادي يبانوا لي رولينغ ستون باش يكونوا لا كونتر ديال لي بيترز. لي بيترز كيبانوا جنتلمان بيان ايديكي دو بون فامي او كونترار راه كان قبيح جون لينون في لي كارتي ديال تماك فهمتي وما نجحش في قرايته ما كملش قرايه ديالو جون لينون. ولكن من بعد غادي يبانوا لي رولينغ ستون اللي ولاو ظاهره بحيث جابوا واحد لابارونس ديال ذا باد بويز شي حاجه دراري خارجين الطريق ويكميو بلانسان فتيخ ربما الكوك وداكشي كاع كلشي كانوا كيديروه هكذا وديك اللبس ديالهم ماشي بيان ستيكي بالكوستيم بالكرافاتا بحال لي بيتوز كيدخل كوم ان فونكسيونير دو بونك. لي بيتوز لي رولينغ ستون راه كيت ريتشار بيان سير كان سي ان جيني ديال لا كومبوزيسيون كيت ريتشار سي ان جيني ديال لا ميزيكا حتى ميك جاكر سي ان كرياتور اتونسيون تشوفو ينقز اي تو سا سي ان كرياتور دو ميلودي دو بارول اي تو حتى هو راه ماشي ساهل. من بعد جابوا روني وين وود وجابوا وين وود و ليستوار ديال لوري لوكسون واحد النهار ندير لكم ليستوار ديالها اون ديتاي باش ما نضيعوش الوقت حنا باغيين نهضروا على المغرب. بعد الفاني واحد لو ستار انديفيديال بيرسوناج كان بان داك ايدي كوكران بان في الروك بينالي ديال الروك راند كلوك تشهرت 1 2 3 4 روك راند كلوك ومن بعد بان لان كان ديك الساعه جيري لي لويس كيغني توتي فروتي جيري لويس ماشي جيري لي لويس من بعد لعبها جيري لي لويس جيري لي لويس سي ان شونتور بلون. هادو مشاو لهم موجه ديال عباد الله لي مليون ديال لي فون لي مليون ديال لي فون لي بيتلز سيرتو الفيس بريسلي. الفيس بريسلي سي اون ستار فابريكي بار لو كولونيل باركر هو اللي دار ليه اشهار راك عارف الاشهار القديم كيفاش كيدار كيجي كينزل الطياره كيمشيو البنات يجيو يجريو عنده غير الشهبات غير الزوينات سيني 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 العالم كله كيطيح قال فوالا هاد السيد راه ضرب وفعلا سيتي ان سيغ دو وير لا ميزيك ودو لا فوا ولو لوك ديالو لا فورم ديالو لا سيلوات وعندو ديك لا فوا روك لا فوا ميديوم والحركات ديالو لا شوفلير ديالو اي اون بلوس سي ان روكر سي ان روكر بلون. ما هذيك الموسيقى الا ايتي كريي ا بارتير دو لا ميزيك دي نوار افيك ان بور كونتري دو ميلونج وعطات هذيك لو روك ان رول بعد بان سوينغ بعد بزاف فهمتي من بعد غادي يبانو بوكو دو ستيل ديال الشطيح ديال السكا يي المهم ما عليناش حنا غير باش نفهمو هاد القضيه هاد الظاهره ديال لي جروب. كان اول جروب اللي هو باين اصلا قبل من الغيوان وكل شيء كانوا لي فرير ميغري عائله فنيه صوتيه ابداعيه كرياتيف ارتيست دي زارتيست دو فري زارتيست ما كانش زعما اللعب ودرجه ان تو لي جون على ليبوك كانوا كيغنيو لي فرير ميغري دو نوتر جينيراسيون وكيبغيو يقلدوا لا فوا ديال يونس ميغري الله يطول لي عمرو تا هو لا هو ولا محمود والله يرحم السي حسن المبدع وجليل الله يطول عمرها كانت ظاهره الصراحه و مالوغوزمون لانغراتيتود دي مينيستير دو لا كولتور اي دي بيبليك خصهم ديما يجبدوهم وديما هاد الجروب نوض واحد الحمله ديال بالخصوص مدينه وجده ولاو كاع الدروبه فيهم لي جروب اي اون بليس ولاو لي جروب مودرن في وجده ولا لي جروب مودرن بزاف وكي بانت الظاهره الغيوانيه ظاهره ديال الباند كانت ديجا كاينه حنا راه عندنا في المغرب قديمه
دبان قبل ما نبيتاز وكل شيء، عندنا أهواش، عندنا الركبة، عندنا أحيدوس، عندنا الرقادة، عندنا العلاوي، عندنا بزاف ديال الجروب، راه ماشي غير في الميريكان، راه كانت في المغرب قضية ديال الجروب، كانت في المغرب وافيك ان شيف دو جروب لو ليدر لو مايسترو. دونك ماشي الفو ريفليشي، راه ماشي حنا ما قلدناهمش، غير حنا مشينا مع الموجه ديال لا ميوزيك ومع لي جون، مشينا مع لا توندونس ميوزيكال ديال لا جونيس، ديال لا جونيس. ديك الساعه الوقت اللي بانوا ناس الغيوان كان اش غادي نقول لك، ناس الغيوان شي حاجه، كان شي حاجه انيديت، وبانوا في واحد الوقت اللي لا كونكورونس صعيبه، يعني كانوا لي باند اوروبيان وسيرتو امريكان، باسكو اللي ما مشاش للامريكان ما ينجحش، تغني في لونجليت في لونجليتير حتى تعيا، وفي سكوتلاند وفي ليرلاند والو. فا موريسون ان غران شونتور ما كيعرفو حتى واحد، فا موريسون حتى مشى حتى هو كيغني البلوز، يغني لا ميوزيك نوار، راه ما تشهر حتى مشى للامريكان، سيت ان نيغلوندي ها داير ستريت، حتى هما تلعبوا مع لي فرار ديال داير ستريت، لعبوا مع بوب ديلان دي جيتاريست. داير ستريت علاش ما تشهروش واحد الشهره كبيره؟ لان الموسيقى صعبوها على لي جون بوغ جوي ها ذا شانل سيرتن اوف سوينغ، صعيب ماشي لي جون، ولكن الموسيقى ديال لي بيتل سهله. بوب ديلان كذلك تشهر، بوب ديلان لان عنده الليريك، عنده كلمات، سيتان هذا بحال نقولوا تقدمي في الافكار ديالو التحرريه الحقيقيه، ماشي هاد الدعايات اللي عندنا دابا. Il était contre le racisme, il était contre la discrimination religieuse, même si on est yahoudi ou ma'tarafch bil yahoudiya, qui dit que je non appartenance religieuse. Le moyen bizarre de l'amour, c'est que c'est Jean Lennon qui a pris le prix Nobel de la littérature. Et là, je dis pourquoi? C'est le cran des poésies qui écrit ou les écrits littéraires. C'est un vrai poète. Bob Dylan, c'est le vrai poète. Robert Zimmerman. C'est un vrai poète. ما عندوش ان طري بال فوا وامبوزاها، حنا كنقولوا ماشي ان بال فوا، زعما ماشي ان فوا بحال بحال سي بي وندر اللي عنده داك الصوت، ولا بحال سميتو جاكسون براون، ولا بحال دون هيلي ديال لي زيغيرز دونك هذا باسكو لو ليريك الى امبوزي افيك ان غيتار ساج، وجاب الهارمونيكا، وهادشي اللي كتشوف فيه لا غيتار سيرش والهارمونيكا اي تو سا كلها كانت دي ميوزيك نوار، لوريجين ديالها هي لافريك، حتى لي تان حتى لي غيتم، لي غيتم كان شويه من البرازيل، ولكن الا قلبتي على البرازيل هذاك لو ريتم لا ايتي اكسبورتي بار لي نوار افريكان اللي مشاو داروهم تما كوم لسكلافاج، باسكو نورمالمون البرازيل ما فيهاش لي نوار، لا هي ولا الارجنتين ولا كوبا ولا كلشي، هادشي الا ايتي امبورتي بار لي تريبي افريكان كيدناب. لي كلاكسون اصاحبي سي تان فغي كارناج. المهم هاد لي نوار توت لي كولور نوار سون افريكان، يا با دو نوار امريكان، يا با دو نوار دي كارايب، يا با دو نوار دوروب، يا با دو نوار دي زيل كومور، ديروها في راسكم مزيان، ما كاينش كحلين، كحلين ديال اي كحل في العالم اسود اللون هو افريقي، امريكا ولا هذيك هضره خاويه. المهم اللي فالي دي بلون، يفالي دي بلون اللي غادي يبغيهم البنات وينقزوا عليهم بحال الفيس بريسلي، لان بيلالي كانت الفورما ديالو كان غليظ وما عندوش واحد لا سيلوات، عنده الصوت زوين، ايدي كوكران كان يبان فيو شنوك ايدي كوكران، فهمتيني؟ من بعد بداو كيبانوا لي، كيبانوا طلع نيل يونغ اللي كان كيغني بلا كيتار والكتريك والصخاب والصداع على مانيير دي رولينغ ستون، على مانيير دو ليد زابلين، على مانيير دو المون برودرز، ولا نيل يونغ النهار اللي وقتاش غادي السيكسي، نيل يونغ غادي يدي السيكسي ديالو في الالبوم هارفست. جي تي كوبي جي ميكسكيز. شوف بالنسبة نيل يونغ سان غران كيقول لها انجل فويس صوت الملك، ولكن سي ان كرياتور، سي ان كرياتور. Did I see you down in Yonkers town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain. Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. La métaphore. Rêvez, rêvez et laissez-moi remplir votre verre.
avec les promesses, par les promesses d'un homme. وعود راجل بمعنى الكلمة. هذا سميتو هذا لينيونغ مرض. دار كونفاليسونس ريح دارو قبض لا جيتار ساش خرج أغاني خارقة للآلة. الألبوم هارفيست ها هارت أوف جولد I've been in Hollywood, I've been in Redwood, I've been a miner for a heart of gold. Aïe, ذكريات ديال السبعينة. Ça nous fait plonger les années 70. Ça nous fait plonger les années 70. I love it. المهم, أنا أعطيكم لي ديتاي ديال الفيلم كيفاش. وبيان سيغ يونس ميغري نوز افي غيفي. يونس ميغري محمود جليلة حسن الله يرحمه زون في غيفي اون لونتون شونتي لي شونسون ديال دي فرير ميغري. بي كارفل ديك الساعة بان الوقت اللي بانوا الظاهرة الغوانية ايزون غومبلي لو فيد كولتورال ديال دباند. حنا عندنا دي باند راه قلت لك الركبة وكذا عدة جروب اللي نقدر انا ما كنتش نعرفهم اللي كانوا جميع انحاء المغرب في الاطلس في الصحراء في الجبال. حنا سباكين في كل شيء المغاربه. I'm very proud to be Moroccan. My pride is Moroccan country. My pride is Moroccan people. Moroccan king. So اتشرا مهم. اتونسيون لان راه كيسرقوا لك التراث ديالك. Take care and live with wide opening eyes. حل عينك مزيان and your ears. Don't play the mute when it's about to say the truth. Don't close your eyes when it's about to witness and your ears too. مهم عليناش هاد الظاهرة الغوانية اللي بانت اعتمدت على التراث المغربي بمعنى الكلمة. كي قلت لكم لي فرير ميغرينو زون في ريفي وكيبانو ناس الغيوان وشدوا الطورات وداروا حتى هما نفس الاسلوب ديال لي بيتلز ناس الغيوان ولكن بلا ما يقلدوا لي بيتلز باش نكونوا ما نتهمهمش انهم كانوا انهم ما نقولوش ان راهم تقلدوا لي بيتلز با دي تو غير هما بطريقه عفويه داروا موسيقى سهله مهامي هذا مهامي راقصه وهي واخا فيها كان شي اغاني فيها هموم ولكن فيها نشاط الميلودي مفرحة بنادم راه كيشطح هو هي با هنيني الزين وتبات بابا هو هي رايحهم سيد الطبيب سال الطالب سال الطبيب سال عليهم أدي أو سيدي ولك الكران كريه لك الكران كريه لك الشران شريه لك الخسارة نزلي على ريبي وايلي وماني وايلي وماني ايوا شتي دابا بقى معايا وغتعيش ذكريات ديال السبعينات وشوف هذيك الظاهره الديوانيه اللي كانت بنت راه كانوا فنانه كبار في المغرب ولي جان كلهم بحال نساوهم كان لو غران مايسترو لو غران مسيو كان عبد الوهاب بوكالي وعبد الوهاب بوكالي ما كيموتوش الاغاني ديالو الصراحه هادي كان لو غران عبد الهادي بالخياط كان المرحوم محمد الحياني كان عبد القادر الرشدي كان محمد فتاح كان طلال المغاري الله يرحمه هادو الله يرحمهم ابراهيم العالمي اسماعيل احمد وكانت نعيمه سميح الله يطول عمرها وكانت بهيجة إدريس وعدد كبير من الفنانين اللي كانوا وهاد الدايرة الغيوانية جابت كاع وزاد كملها عليهم باب مغلي جا مع الوقت ديال فتخ وناظروا الواقع والراستا سمعتيني ايوا بوب مارلي غراب ستاناب فور يو رايت غراب ستاناب دون جيف اب ذا فايت Don't give up. واش هادشي مخلط شوف شوف ديك لي زاني هادوك بوحدهم هادوك لي زاني اللي عرف لو فيستيفال دو وودستوك ديال 1969 فين كان جو كوكر وسانتانا ولي المون برودرز وكان عطال كلشي سيتي لو ميور وودستوك الحركه ديال الحريه تحرر الانسان من السلطه تحرر الانسان
من السلطة، من الدولة، من حكم الدولة، ومن الحدود، ومن العرق، ومن الدين. هذا هو اللي كان. إيماجين جونين، إيماجين إيماجين all the people living all together as one. إيماجين no heaven، هذه زاد فيها. إيماجين قال لك إيماجين، الناس كفروه، هو قال لك غير إيماجيني كما كانت تكون لا جنة لا جهنم. إيماجين no heaven، ماشي زعما لا، هذا قال لك إيماجين، ما قال لكش there is no heaven. هذا ماشي أسي دي سي هايواي تو هيل، لا لا ماشي أسي دي سي. المهم ما عليناش ما عليناش، حنا هذه غير واحد جولة ثقافية نديروها معاكم. جولة راني خارج نخدي غراض كون كونسلتون، باسكو نخرج نخدم شوية لي كليون ديالي يبغى شي سيارات وشي حاجة، حنا غادي نخدموا معاهم ومام طون نكملوا معاكم هذه الرحلة. هذه الرحلة ديال الغيوان في الجلالات الشهاب. دونك هذه الحلقة الأولى، تعلمنا نديروا الحلقات ياك. دوزيام بارتي باش ما يكونش طويل للآخر، غادي ندخل للمشاهب والغيوان جلجلالة ومسناوة تقدة والسهام ومالك والرصاد ودادن إزنزر وجميع المجموعات والظاهرة وكيفاش كل شيء غادي ندخل ليه إن شاء الله. وتخبروا مني هاد الشيء لأن كنعطيكم معلومات كشاهد إثبات ولا نصب راسي أنا كصحفي أو كباحث والو، أنا غير شاهد إثبات على العصر ديال منوود ستوك من 69 إلى يومنا هذا. إن شاء الله تابعوا وراه تسمعوا بزاف المفاجآت.